<applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من ذاكرتي مع السيد الرئيس نوري أبو رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس تيار يا بلادي فباسمكم جميعا نرحب بالسيد الرئيس أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك سيد سيد الرئيس كنا في الحلقة الماضية وصلنا إلى المسودة الرابعة والتوقيع عليها بالأحرف الأولى لكن دعني أعود بك أيضا حتى يكون مسار الحديث متواصل كيف وصلنا الى هذه المسوده الرابعه كان هناك المسوده الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه في بدايه المقترحات كان هو مقترح حقيقه من من البعثه وهذا لا زال موجود في موقع البعثه الامميه في يوم 25 مارس 2015 قدمت البعثه مقترح اسمح لي بقراءه بنود هذا المقترح رقم واحد أو بعنوان هيكل هذا الحل المقترح هو كما يلي رقم واحد حكومة وحدة يرأسها رئيس ومجلس رئاسي يتألف من شخصيات مستقلة لا تنتمي إلى أي حزب أو منتم إلى أي فئة ومقبولة لدى جميع الأحزاب ولجميع الأعضاء الرئيسيون في مجلس الرئاسه هم الرئيس ونائبه آه نعم. ثم قال رقم اثنين مجلس النواب كهيئه تشريعيه تمثل جميع الليبيين في ظل التطبيق الكامل لمبادئ الشرعيه والشمول. ورقم ثلاثه مجلس اعلى للدوله مستوحى من مؤسسات مماثله موجوده في عدد من المؤسسات اساسيه في حكم الدول. ورقم اربعه الهيئه التاسيسيه لصياغه الدستور. وسيتم الاتفاق على آلية للتعاون بين هذه المؤسسات لتحقيق التوافق في هذه المرحلة الحرجة ورقم خمسة مجلس الأمن القومي ورقم ستة مجلس البلديات إذا هو في بداية الأمر كان مقترح الحل جاء من البعثة كيف تعلق على؟ هو كما وضحتنا في الحلقات الماضية رغبة المؤتمر تحت الظروف المعينة اللي مر بها المؤتمر والتشدي والحرب القائمة قلنا لعلش نصل لاي حل <applause> مش أي حل معناها بدون أي قيم ولا مبادئ ولا ثوابت ولا عدم احترام القانون والقضاء اتفقنا على الأساس والبعثة كانت متفاهمة جدا لهذا أيضا في نقطة جوهرية احنا كان من مطلبنا الدائم والمتكرر عبر اللقاءات من فريق الحوار وعبر البيانات الصادرة من المؤتمر الوطني قبل حتى مغادرة الفريق احنا دائما نقول أن الحوار يجب يكون مباشر بيننا وبين أعضاء فريق الحوار المشكل من مجلس النواب اللي نراه منعدم بحكم القانون، ولكن سياسيا نحن نجتمع به. وايضا اي اطراف اخرى قلنا لازم تكون فيه معيار. تو تجي جوهر الشيء المقترح يقول لك مجلس رئاسي مشكل من شخصيات مستقله وغير حزبيه. انت قاعد يا تاتي في مساحه للاحزاب نفسها، ملتقى الجزائر، ايضا اللقاءات الصخيرات من وراءها احزاب. تدرك جيدا بان فريق الحوار ايضا مشكل من احزاب وقلنا احنا حتى في التوازن انا تشكلت الفريق الاول باخذ راي اعضاء المؤتمر واضفت الدكتور عمر حميدان قلت له لأ انا من تحالف قوة الوطنيه وما حد ما حدش في الفريق صالح المخزوم صحيح كلف باعتباره نائب ثاني ولكن هو من حزب العداله والبناء محمد العماري كلف من داخل القاعه ولكن هو من كتله الوفاه لدماء الشهداء محمد المعزب ايضا كلف من داخل القاعه ولكن هو من الجبهه الوطنيه اذا الاحزاب عندها حضورها يدش تزعم حتى ولو اضطريت لهذا مش نقول من الاول وحد بغش ولكن ما سياق هذه التكلفات الاشخاص اللي موجودين دائما بيطلع لك ناس كانوا مش منتمين للحزب هو في مسار الحزب وهذا ما حدث في حكومات متعدده حتى في حكومه سيد علي زيدان كان فيها اشخاص واضح انهم من الاحزاب وفي أشخاص آخرين تبنوهم الأحزاب نفسهم طيب لكن السؤال الآن في مثل هذا إيه؟ المقترح أنتم الآن في في خضم حوار سياسي هو مفاوضات سياسية نعم. للوصول إلى حل المقترح إذا فكرة المجلس الرئاسي <applause> الذي يكون هو الحاكم هو يكون أيضا حكومة بعد ذلك سميت حكومة الوفاق الوطني جاءت من البعثة نعم. وكذلك ايضا مجلس الاعلى للدوله ان نعم. يتحول المؤتمر الى مجلس اعلى للدوله هو المفروض هنا كيف اتفقنا في مم. المبدا ان فريق الحوار سواء مم. يمثلنا او يمثل مم. مجلس النواب هو ناقل للمعلومات بين مم. الاطراف اللي تتحاور ويرجع لجهده نحن في ذلك المرحله في تلك المرحله لم ندخل في موضوع مجلس الدوله ولا قبلنا مم. مجلس الدوله بالاضافه انا نعتد حتى في المحاضر التوافقيه والسياسيه أو في اللقاءات التوافقية والسياسية لا تنقل لي كلام شفوي نعم. يجب تقول أن المبعوث الأممي طالما أن مجلس النواب رفض أن يتقابل مع أعضاء المؤتمر مباشرة نعم. يجب كل ما يطرحه المبعوث الأممي وما يرد عليه من فريق المؤتمر الوطني وبالتالي حتى فريق مجلس النواب يبدأ يوثق في محاضر نعم. ويتم التوقيع عليه اول شيء تثبت الجلسه الساعه كم ومن حضرها من من فريق الحوار وبعد انتهاء الجلسه نصلى حتى جزئيه لو حتى لمده ربع ساعه وبيغادر هو يمشي لا. لمجلس النواب ياتي كل شيء بالمحاضر لم يثبت هذا لا, لا يوجد محاضر طيله هذه الفتره حتى التوقيع الاخير على الاتفاق ابدا ولا يوجد بيان حتى البيان نعم. مرات البيع تدير في بيان عرفت بيان ارشادي عرفت بيان اعلامي فقط بالمجمل العام ان الفريقين والله ممنونين وانا نستمع في النقاش والنقاش جاد وري لي مدى الجديه نعم. يعني انا نطلب منك حاجه جوهريه جيب لي الرد مكتوب من الطرف الثاني طيب اذا لم يرد لم يرد الرد مكتوب وتكرر الامر هذا لماذا نعم. لم توقفون الحوار و تقاطعون حتى يتحقق هذا المطلب احيانا نقاطع مقاطعه نسبيه يعني نعم. تقولوا تعالوا بكره نقولوا لا احنا مش جاهزين مم. وما رضيتوش علينا في الشيء الفلاني ت... يقتر او ما يقولوا بعد اسبوع الرجوع للصخيرات نقولوا لا احنا بعد عشر ايام او بعد ما يتم الرد علينا في مطلبنا هذه حدثت على المره ولكن كيف ما عبرت اكثر من مره لازم أن نتمسك بالذهاب للحوار الرفض ما يجيش من جانبنا احنا نتمسك بمطالبنا نطلب تعديلات الاشياء التي ليس لدينا بها احاطه رسميه وما قررهاش المؤتمر فريق الحوار مامور بان لا يقبل بالتوقيع على اي شيء ولو مبدئي نعم الا اذا كان فيه رضا من المؤتمر او اذا كان فيه مستجد حتى في فقره من ماده يقول انا لازم نرجع أن المؤتمر او يتواصل مع المؤتمر من هناك يعني احنا عندنا نعم تواصل هاتفي يتصل بي رئيس الفرق الفريق هناك وإذا الشيء تطلب مني عقد جلسة هم قاعدين موجودين غادي نطلب أنا في جلسات احنا حتى الجلسات خليناها نعم. معلقة طيب بل هل بلغكم فريق الحوار المؤتمر بهذه المقترحات في بداية ش... ال... نعم. الحوار نعم أشرت لها في الحلقات الماضية نعم. لو تذكر أنا نعم. قلت أن مرة جاني الدكتور صالح صار. المخزوم والأستاذ عمر بوليفة في جلسة مع بعضنا ومعهم المح... محمد معزب ومحمد العماري نعم. يقول بدا هكا بيقول لي المخزوم نعم. بدت فيه مناورة باش بيقنعونا ببديل للمؤتمر الوطني قلت له شنو قال لي مجلس الدولة قالوا بيديروا مجلس دولة مازال حتى لفظه مجلس على مازال نعم. مجلس دولة على غرار مجلس دولة في فرنسا وهذا نعم. مجلس دولة في فرنسا مش استشاري عرفت نعم. جهه قضائيه عليا وهو يعرف جيدا صالح المخزوم محضر الدكتوراه نتاعها في فرنسا لا. وقالها حتى باستهزاء قال معقوله نقبله فانا لان الاستاذ عمر بوليفه هو رئيس اللجنه التشريعيه لا. بالمؤتمر فكاني يعني فت نظره الى انتباه خاص يا استاذ عمر خذ بالك احنا نعم. من الاول قلنا مش متمسكين بالسلطه، قلنا ما عندناش المار... يعني نطلعوا من المشهد الاثنين، المؤتمر نعم. الوطني ومجلس النواب اذا شكلت حكومه تحت رعايه بعثه المتحده في التحضير لانتخابات قادمه اعاده انتخابات نعم. او نبقى كغرفتين، غرفتين شنو هذا احترام لذواتنا لان المؤتمر الوطني عنده حكم من الدائره الدستوريه، نعم. ومجلس النواب منتخب وهو موجود على ارض الواقع في برقه نعم. فقلنا للتوافق للوصول الى مرحله متجدده اخرى، نعم. اما انا باش نقبل مجلس الدوله معناها أن نطلع لان انت لو تلاحظ قاعدين ينادوا على السلطه التشريعيه دائما انها هي مجلس النواب نعم. وهذا عكس ما دارت الدائره الدستوريه. نعم ولكن مع ذلك كان المقترح من بدايه الحوار هناك يعني ارادوا بان يكون المؤتمر الوطني هو مجلس اعلى للدوله، حتى أن ليس فقط مجلس اعلى للدوله انه مؤتمر وطني، بل كانت ايضا المقترحات الاولى كما في الماده المسوده الثانيه والثالثه ادخال اطراف اخرى ادخال اطراف اخرى داخل هذا المجلس الاعلى للدوله، نعم. ليس كل من اعضاء المؤتمر الوطني في المجلس الاعلى للدوله، بل هناك هناك نسبه معينه ويضاف اليها بعض المستقلين. نعم يعني الان هذا التوازن يعني التشريعي الذي كنت تطالبون به هذه الاشياء المبيته من البدايه لو واحد ما ينتبهش هو الصراحه على طاوله الحوار تعال قول انا مش مقتنع بحاجه اسمها مؤتمر وطني واذا بطردوا رأوا بيستمر مجلس النواب وانتم نحطوا في مجلس تشاري وهذه اللي دائما احنا نعبروا عليها الرشوه المسبقه دائما انك انت بترتشيني باش انا نستمر وهذا خلاف الاعلان الدستوري وهذا خلاف اليمين القانوني اللي اداه العضو المنتخب وهذا آه نوع من الانفراد بالتصدي السياسي لانك اذا نعم. كان بجيك انت عندك اعضاء غادروا اللي هم معظم اعضاء الكتله 94 نعم. اللي غادروا ما كانوش مقتنعين باستمرار مجلس النواب بعد الدائره الدستوريه نعم. اللي غادروا اللي قالوا ان لا للتمديد وهذا حقنا فان كانك انت خذيت هالغنيمه السياسيه المفتعله نعم. واستغليت الفرصه بعد حرب وبعد ما اذا كان احنا نعرفوا هذا الشيء يحدث رأوا ان يوم 4 8 2014 سلمنا لمجلس النواب حتى انعقد انعقاد شكلي باطل ولا ما التزمش بنص الماده اللي بتقول ان يجب المؤتمر ينعقد في زمان اللي حدد الرئيس المؤتمر ليش تحدث حروب ويحدث تشدي باش ندخل في حوار سياسي باش يبقى بعض الاعضاء ويدفولهم مواطنين عاديين وهذا ليس تقليل من شان اي مواطن لكن انا جيت منتخب يا اما نستمر بالغطاء الانتخابي اما غادر المشهد ونحن طيب هذا هو موقف المؤتمر في قضيه انه مطالب المؤتمر انه يكون هناك توازن تشريعي نعم. والحقيقه لم يكن هناك توازن تشريعي يعني في سواء في المقترح الاول حتى وصلنا الى المقترح الاتفاق حتى الاخير الرابع. حتى, حتى الاتفاق ف... الاخير نعم. لكن نسير مع ال... يعني بالتوازي مع تطور الحوار نعم من جهه كان المقترح هو آه يعني اخراج المؤتمر <applause> الوطني من من السلطه التشريعيه نعم. واعتبار المجلس النواب هو المجلس التشريعي الوحيد نعم. وهذا نجح فيه اليون في اخر المطاف <applause> السؤال الان كيف رضيتم بمثل هذه هذا المقترح في مقابل حكم محكمه الان حكم عفوا <applause> اي رضا من, نعم. من اللي رضا؟ وفد المؤتمر نعم. واصل الحوار نعم. ومع وجود هذا المقترح في ان يكون المحك... المجلس النواب هو السلطه التشريعيه الوحيده من بدايه الحوار وهذا لا لا, 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 لا استاذ عبد الله وفد المؤتمر لم يوافق على ذلك قلت هو ينقل مقترح البعثه وعندنا ردود في هذا الشان م. أنا ردود ولكن البعثة عندما تحضر وافق على مواصلة الحوار نعم نعم الحوار على أنا عودت وكررت نعم لك يا سيدي نعم الله قلت لك المو... الحوار أنا نعم مستحيل يحمل علي أنا بنوقف الحوار نعم أنا مطالبي نعم موجودة على الأرض وأنا موجود في منطقتي نعم وأنا عسكري منتصر في ذلك الوقت بسبب الحرب اللي نعم افتعلها حفتر وسبقت حتى نعم عرفت الأربعة ثمانية فلذلك انا بنطالب قدام المجتمع الدولي ارفض ما ارفض واقبل نا. ما اقبل، فقعد نا. المبدا بتاعنا المسودات هذه اللي انت تطلع عليها واللي نشرت هذا راي البعثه لا يمثل راي المؤتمر مطلقا انحازت البعثه في نقل شيء بل هي في التدرج بالشيء انا, أنا, أنا نقول كأن تخدير نا. انت لو تذكر في الجلسه الاولى اللي جلستها مع اليون كنت كم تسؤل انت بتطلع من الجلسه هذه وبتقول من قبلت قال بقول قبلت شخصيه سياسيه نعم كان الشرط نتاعي يعني ان المجت... الاجتماع انتهى وتفضل يعني آآ كانك ما قبلتنيش قبل بعدين بيقول انا قبلت رئيس المؤتمر الوطني نعم. ما قالش رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نعم. اذا هذا تدرج عرفت نعم. ولا كانت مطالبنا من البدايه قبل وصول في مرحله لاحقه في شهر اغسطس نعم. اذكر درنا وثيقه مبادئ وثوابت نعم. نعم وموقعين عليه 95 عضو هذه حنصلها في توقيت سناتي اليها حتى من البداية ما مشيناش حنا للحوار وما فيش شيء في ذهننا ولا لا بالعكس قلنا روح احترام القضاء وقلنا عدم التفريط في السيادة وعلى الانقلاب هذه كانت مطالبنا دائما وان احنا هذا وفد المؤتمر الوطني ولا نوقع على شيء الا باسم المؤتمر الوطني نعم. نعم طيب لكن كيف كان يفسر ليون حكم المحكمة مع تعرضي مثل بمثل هذا المقترح، هذا مناقض لحكم المحكمة. نعم، هو بيجيب دائما عبارات، عرفت عبارات تخديرية، عبارات فيها مجاملة، يقول لك نحترم أحكام القضاء. نعم. ما يقولك نلتزم بأحكام القضاء، هو اللي بيلتزم الحقيقة بأحكام نعم. القضاء هو الشعب الليبي، هو نعم. السياسي الليبي، لأنك هذه جهة قضائية مستقلة خاصة توصل لدائرة دستورية بمحكمة عليا، لكن هو كجهة خارجية هو لا. مرات يجي قلت لك يجيب لك قرار نتاع انتداب وقرار حمايه وقرار عرفت حاكم عسكري لا. فهو من العبارات باش بيجلب يعني او الوصول بيك الى يوم اخر زي كيف ما وصلوا بيه من اتفاق يعبر بيعبر لك يعني لأن قدام العالم يقول لك انا ما نعتدش ولا ان القضاء لا يؤخذ به يقول لك احترام مبادئ القضاء ما. ولكن يقول لك بما لا يحقق تشدي وانقسام لا في لا, لا يعارض استقرار, استقرار نعم استقرار سياسي استقرار السياسي او حجه الاستقرار السياسي نعم. تكون لاسقاط الحكم نعم القضاء. زي اللي يقول لك مثلا انا نحترم مم. اراده الثوار لان أتمثل اراده الشعب الليبي لان هم اللي قاموا بثوره فبراير ولكن بما لا يخالف باقي الاستقرار السياسي مم. لكن هذه ما يقولهاش على انقلاب حفتر ما يقول هذا الرجل منقلب على الشرعيه يجب يكون خارج المشهد السياسي ومن يعتد به زي مجلس النواب امتى رقاه وامتى كلف بالقياده العامه الجيش واعترف بعمليه الكرامه قبل انعقاد مجلس النواب باربع اشهر لم يتخذ اي موقف شوف المذكرات كلها لم يشر لا من بعيد ولا من قريب ده. ان حتى لو وصلت لتوافق سياسي اراهم من انقلب على الدوله لا يمكن ان يكون جزء من هذا التوافق هنا ايضا حتى قضيه حفتر والانقلاب وكذا كان هناك يعني من مؤت... من لقاء غدامس حتى من بدايه الحوار حتى مع المقاطعين كان هناك شرط اساسي وهو ايقاف اطلاق النار نعم. ولكن هذا لم يتحقق حتى في الصوره النهائيه لاتفاق الصخيرات بقيت نعم. الحرب متواصله في المنطقه الشرقيه بدون اي يعني توقف هنا يعني الامر من شقين، قضية أولاً موقف الوفد الحوار لماذا لم يكون هذا الشرط حاسم بحيث لا حوار إلا بعد إيقاف الحرب حتى في المنطقة الشرقية، والأمر الثاني أيضاً يعني كيف يفسر انطلاق الحرب أو استمرار الحرب في المنطقة الشرقية مع الجميع يتفق على إيقاف إطلاق النار. استاذ عبد الله انت هنا دائما نقول تتعامل مع مجتمع الدولي، مم. تمثل في خمس دول عظمى في عندها مقاعد دائمه في مجلس الامن و10 اعضاء غير دائمين، وفي منظومه دوليه مم. انحازت بالكليه الى انعقاد مجلس النواب يعتبره شرعي، فاحنا دائما قلنا اذا كان بنرفضه وبنقولوا انه ما يصيرش الحوار الا ما يوقف القتال معناه ما فيش حوار. ده. أنا انت بتقعد في ظل حرب وما فيهاش توازن مم. عسكري ولا امداد اقليمي متوازن ولا حتى يوقف هو لو جي العباره الصحيحه ما نقولش وقف الاقتتال نقول وقف الاعتداء لا. لان من اللي اعتدى اللي دار الانقلاب من اللي يقصف بالطيران في بنغازي وفي درنا وفي مدن الشرق لا. وحتى بيمتد الى الجنوب ويمتد الى الغرب الليبي وقصفت فاتنا فريق الحوار مطار لا. معتيقه وقصفت طرابلس بطيران الامارات فهذه عبارات ولكن انت البديل اللي في يدك هل البديل اللي بينجز لك شيء بس تتقدم به سياسيا ولا البديل اللي بيكلفك ارواح اكثر فهي حتى كسبا للوقت وانت بتشوف حتى تحالفاتك الدوليه لا. وتبدا انك انت شخص سياسي مش يعني بتتصنع السياسه ولكن بتكون واقعي لا. من هو يزعم العقل منهم ويزعم, ويزعم بالتفكير السياسي اللي نقول وفقاً للمواطيق والاتفاقيات الدولية أنت هنا بتبرز نعم. لكن إذا بتنعزل على نفسك وبتطبخ تقول شروطك ما فيش أذن صاغية لذلك وبتقعد أنت منفرد ومنعزل وقد لا سمح الله تسبب لنفسك حتى هزيمة عسكرية نعم ويبقى آه أيضاً نقطة نعم. المجلس الأمن القومي هنا هل هذه يعني باعتبارها مقترح بديل ل... أه مثلا رئاسه الاركان او ماذا يعني هي, هي كانك انت اعطيت صلاحية لمجلس النواب يدير عرفت مستشار من قومي نعم. ولا مجلس من قومي وهم نعم. في الغطاء الشكلي بيقول لك ما عنديش مانع ان عن المجلس الأمن من القومي من قيادات من جانبكم نعم. عرفت لكن انت قاعد قدامك شخص انقلابي اعتمد في مجلس النواب هذا وهذا هذا ربما يذكرنا بعد ذلك في لقاء ابو ظبي مع السراج وحفتر نعم. ان والتسريبات التي قيلت بانه سلم له عده مزل. مناصب منها المجلس الامن القومي. نعم هو على الورق يقدر يسلم نعم. اي واحد نقولوا هاك الوقت صالح المخزوم رئيس فريق الحوار نعم. ويقولوا له نكلفوك انت برئاسه مجلس الامن نعم. القومي. نعم. ما مش كلفوا حتى في فتره لاحقه عبد الرحمن الطويل نعم. رئيسا للاركان. نعم. وين قعد رئيس الأركان قعد في طرابلس. نعم. وحتى المنطقه الغربيه ما يقدرش يتحرك. لم يفعل لم يفعل في, يفعل. في المنطقه الغربيه فقط يعني آه بالشكل. آه آه دي تخلصوا من المؤتمر يعني شنو يفرق و... ليش انت نحيت عبد السلام الله العبيد اللي هو عبد السلام م. وهو معين في المؤتمر في وقت شرعية نعم. المؤتمر باش جبت نعم. عبد الرحمن طويل باش يدير الترتيبات الامنيه نعم. حسب المقترح اللي اقترحه باولو نعم. سيرا بس نعم. طيب اذا وصلنا الى المسوده الرابعه نعم. وتم التوقيع عليها بالاحرف الاولى وذكرنا حتى في المنطقه في الحلقه الماضيه نعم. كيف ان ال بعض الاحزاب قام بالتوقيع على هذه نعم. الاحرف مع مقاطعه مقاطعه المؤتمر الوطني لهذا لهذا التوقيع نعم. بدايه لماذا تغيب المؤتمر عن هذه الجلسه وكيف تم اتخاذ قرار عدم حضور جلسة التوقيع بالأحرف الأولى وما هي اعتراضاتكم على هذه المسودة أول شيء لأن احنا فوجئنا بتحديد موعد التوقيع بالأحرف الأولى في برلين دون أي إحاطة كاملة لفريق الحوار ولا لرئاسة المؤتمر هذه نعتبرها نقطة فارقة أنك أنت بتجي خلاص توصل لمرحلة التوقيع بالأحرف الأولى لم أم تكون بالطرف الأولى حتى في المجال التجاري ولا المجال الاتفاقيات الدولية عندما يكون فريقك وفريق الطرف الثاني خذيتوا خطوات تمهيديه واعلنتوا فيها المبادئ ودخلتوا في الاحكام وصلتوا للأشياء اللي خلاص توصل مرحله التوقيع يعتبر توقيع بروتوكولي شكلي فقد شرفي يمشي الرئيس يمشي مدير الشركه مدير المؤسسه اذا كان في المجال التجاري وفي التعاقد فوجئنا بانك مدعون مجموعه من الاحزاب ومن الاطراف السياسيه والمؤتمر بفريقه باش فاحنا ردينا عليهم ببيان رسمي قلنا لهم اول شيء لم تتم احاطتنا حتى الموعد جانا فجاه لم يطرح هذا الموضوع في جلسه المؤتمر البنود اللي انتم بتناقشوها فلذلك احنا رافضين الحضور ولو تذكر حتى استشهدت بالشيخ راجل الغنوش اللي قلت لك انا ما نعرفهاش واتصل نقول ربما نيته في البدايه كانت نيه حسنه ولكن شفت السرد اللي كان بيني وبينه لا. وانا لا, لا لزوم التكرار فتو مثلا وهذا تمش... كان ربما نوع من الضغوط على رئاسة المؤتمر لقبول مثل هذه المسودة نعم لأن فيها دراف مخفية هي م. من عرفت وراء مثل هذه الأجندات السياسية لمكاسب حزبية لمكاسب م. إقليمية هم مأمورون من دول أخرى يقولوا لعلاش فيه تأثير أدبي على م. رئيس المؤتمر وهو القرار مش قرار رئيسي يعني أنا م. أفرض كنت اقتنعت بطرح من مبعوث ولا وزير خارجية دولة معينة أفرض اقتنعت موضوع أنا لازم نطرح الموضوع هذا في جلسه انا غير مفوض حتى تفويضات اللي عندي مش في الشان السياسي وخاصه في مرحله حاسمه وفاصله حتى فريق الحوار غير مقتنع بذلك احنا مش نقول فريق الحوار اقتنع موضوعيا بهذه التأية وجاء طرح الموضوع في جلسة وشار فيها جدل لو نقعدوا ثلاثة أيام نتحاور مباشرة ما نعم. فيش مشكلة في سبيل الخروج من النفق أنت تؤكد الآن أن وفد الحوار بما فيهم صالح المخزوم ومحمد العمالي نعم. وبقية الوفد كان معارض لهذه هذه المسودة الرابعة ورافض لمضامينها لم حتى البيان الذي يعد والذي قرئ على الهواء مباشره في مؤتمر الصحفي اللي قرأ قرأه صالح المخزوم نعم. يعني كان بامكانه لو مطروح يعني هو لنا من حزب العداله والبناء صح صفته نائب ثاني يقول لا انا مع الذهاب مم. او بحد لا احد لا ابدا هذا مم. الشيء قلت لك خديناه بالاجماع داخل مم. القاعة يعني حتى مم. كتله العداله والبناء مم. اللي هو رئيسهم شاء غادي يوقع بالأحرف الاولى مم. جميعهم كانوا موجودين معنا في القاعة ورافدين للتوقيع بالاحرف الاولى مم. طيب يعني اهم المآخذ على هذه تو المآخذ لو نجي غير في المقدمه هم المقدمه هذه دائما هي بيت الداء مم. عاده في المقدمات بيعطيك الاطار العام اللي بيدير به تخدير حتى انت لو تنقل لشرائح كبيره من الشعب يقول الحمد لله انت تتكلموا على السياده الوطنيه وعدم تعرض السياده الوطنيه ووحده الشعب الليبي وان الشعب الليبي يعيش كريم ونبو القتال ونبو الالام هذا كل شيء جميل جدا ولكن نعم. تعال متى نجي في فقره من الفقرات يقول ان امكانيه قبول حكم المحكمه العليا يجب الا يتعارض بالضروره مع ضمان حمايه استقرار النظام الاساسي وعدم حدود فراغ سياسي. من هنا المضمون راهو غير شكليا قال لك احترام ولكن ماذا مقرنها مع د... بالضروره مع ضمان حمايه الاستقرار. هذا نعم. شيء حد الجسم اللي موجود في ليبيا حتى نقولوا فيه جسمين تعالوا وريني كيف يعني حكم دائره دستوريه تصدر وهذه اعلى جهه قضائيه في المحكمه العليا. نجي نقول لك نحترمها ولكن ما ناخذش بها. نعم. يعني بدون واخدة واحد صغير في السن كلمة مدرسه ولا كلمة ولي امره ويقول له رغم والله نحترم فيك وبعدين يتلقى بيده وهذه هذه ممكن المدخل اللي دخلوا به في هذه المسوده باعتبار ان هذا اتفاق سياسي والمشكله مشكله سياسيه وليست قانونيه فاسقطوا حكم المحكمه بهذا يعني هذه خطوات نعم عرفت توم تجي في فقره اخرى يقول سيظل الشعب الليبي مدينه لثواره اللي للدور الذي اللي لعبوه في تحرير البلاد من عقود من حكم الفرد او للتضحيات التي قدموها في نضالهم من اجل دوله حره وديمقراطيه تتمسك بسياده القانون وتحترم حقوق الانسان. لقد ان الاوان للمضي قدما نحو مرحله جديده من انتقال ليبيا. شنو هي المرحله الجديده؟ جو بعدين بعد الصخيرات وبدو الثوار لفظه ممنوعه جاء مجلس مم. النواب هو المحكمة على الثوار في المنطقه الغربيه انه قال هذه ميليشيات ارهابيه مم. حكم حتى على رئيس الاركان السابق او الاسبق لواء عبد السلام العبيد العبيدي في جلسه قالوا له انت كنت تدعم في الميليشيات والدروع وهذه كلها ميليشيات ارهابيه اذا انت تعطي اطار شكلي كانك ماشي في خطى دولة الحره والدوله الديمقراطيه واحترام ارادته و... اما لو تقول لي ان الثوار ما ميبقو... يقعدوش في جسم هيك بدون الانخراط تحت مؤسسه عسكريه هذه سبق عليها المؤتمر ادمجنا نعم. نعم. التشكيلات المسلحه وقلنا اي تاير لازم يكون منضوي تحت الرئاسه اركان والانت... والانتماء للمؤسسه العسكريه فيها تدرج نعم. فيها اعاده تاهيل فيها اعاده تدريب هذا هذا شيء معترفين به طيب سيد الرئيس اسمح لي فقط حتى نكمل المآخذ بقيه المآخذ على المسوده الرابعه وننتقل منها بعد ذلك لبقيه الحوار اسمح لي بفاصل قصير ثم نعود إلى استكماله. نعم. تفضل. طيب سيد الرئيس اسمح لي قبل أن نستكمل قضية ما أخذ على المستوى الرابعه. ما يتكرر دائما وخاصة من مبعوث الأمم يستند عليه ورأينا الآن في المسودة الرابعة أنه أول بند وضع في بنود الاتفاق السياسي وهو تجنب حكم المحكمة الدائرة الدستورية بل إسقاط وعدم العمل به نعم. القول أن وهذا يتكرر أن الحل سياسي وليس عسكري أن الحل سياسي وليس قانون أن المشكل سياسي وليس مشكل قانوني يعني الآن مثل هذا هذه العبارة نسمعها سواء من السفراء الغربيين أو حتى اليون في إسقاط حكم المحكمة والأمر الآخر أيضا في من زاوية أخرى أن الحل العسكري مستمر عند حفتر نعم. وفقط الحل العسكري يعني يخاطب به المنطقة الغربية نعم. هو في ال انت واحد يبدا يشد يعني هو نقوله كبعته نعم وربما حتى الحوار بين الجهتين اللي هو المؤتمر الوطني ومجلس النواب الاطراف الاخرى نعم شعروا بخطوره الحرب نعم وشعروا ان قد لا يكون فيه منتصر واضح سريع نعم ولكن احنا لازم ناخذ الاحتياط قلت لك ان المجتمع الدولي بمؤسسات الدوليه معترف بمجلس النواب نعم معناها اول شيء هو في الاصل حتى منذ فبراير ليبيا ممنوع عليها استيراد السلاح لا. وليبيا تحت الباب السابع عرفت م. ولا ففي خطوره غير عاديه لو انك انت بتميل للحرب فقط دون مخارج لتقليل مخاطر هذه الحرب والحرب قامت فعلا وكثر الجرحى نقولوا من الطرفين لكن الطرف الاخر عنده غطاء دولي يعني انت احنا جرحانا يمشوا لدول معينه فقط تصور يعني دول اوروبا جميعها ممنوع يمشي الجريح وفيه الجريح مرات عرفت جرحه او الالم تاعه او الاصابه تاعه تحتاج الى مركز متقدم في اوروبا في المانيا في سويسرا في ايطاليا في كندا في الولايات المتحده هذه كلها الابواب مسدوده امامنا فانت هنا بتفكر بي في جرحك بالاضافه الى مصادر النفط ده في خطوره لان خاصه بعد القوات اللي احنا كلفناها في الشروق ووصلت مراحل اخرى مضاده لها اجتماعيه وقبليه فما بدت دخلنا في مخاطره اخرى بيقول لك ان الحل يجب ان يكون احنا في وجهه نظرنا قانوني معتدين باحكام القضاء ولكن من اللي بيطبق القانون هذا؟ دائرة الدستورية أصدرت حكمها وهي الدائرة موجودة في طرابلس من اللي بينفذ القضاء؟ فإذا قعدنا متعلقين بهذا الشأن بيصير فيه تأخر فهو كبعثة وكمجتمع دولي بيرفع السقف عليك من لا البداية لا في جميع مقترحاته لعلاش يحقق معك ونقول لك يحقق معك احنا قلت لك لو نعرفوه الحل السياسي غير في تبادل سلطة ولا كيف لما جت في نصوص الاتفاق ان المرأة باش تاخذ حقها والمساواة بين الليبيين يعني كأن في أشياء اثنية احنا عندنا ولا عرقية وهذا لم يكن مطلقا فهو يعطيك ثغرات ويعطيك نصوص في الاتفاق وإحنا نتمنى يعني دائماً ننشد من خلال أي مسودة نوافق على بعض الأشياء ونراها منطقية وتحفظ سيادتنا وأيضاً تحفظ كرامتنا بأن مش إحنا اللي رفضنا الحوار ولا نبو ننشد الحرب فقط نعم. وفي نفس الوقت خلال هذه هذه الفترة من الحوار والمفاوضات السياسية الأزمة الإغلاق النفط لازالت مستمرة نعم. وكذلك الأزمات قضية انقطاع الكهرباء و... بعض الازمات ما زالت مستمره في للضغط على المؤتمر الوطني في الوصول الى حتى الحرب كانت الحرب مع حفتر يعني هو لا. اللي بداها وهو اللي دار انقلاب لا. انت تتفرع لديك في المنطقه الغربيه، يطلع لا. ما يسمى بجيش القبائل، اركان النظام السابق، نعم. عرفت مدن مختلفه في بعضها كانت في خط الثوره. وقطع الطريق ايضا الطريق الساحلي. الطريق الساحلي، اختطافات غير عاديه، م. م. عرفت يعني فهذه اشياء يعني هل قادر عليها الموطن الوطني في ظل حكومه انتهت الحكومه الاصليه وجدت حكومه انقاد وبيجيك هذه اراها امور مش بسيطه، نعم. يعني لا سمح الله ياخذنا الركون الى السلم فقط. <applause> راهو سلمنا نعم <applause> <applause> <أه> يعني احنا هذا مش نقطه ضعف فينا نقول الطرف الثاني حفتر ومع إن انت مازال عندك بنغازي بدك تقصف بقصف غير عادي عند تحدات قنودة قنفودة المؤلمه شفت درنا كيف موصفتنا وصفتنا وضحها وهذه مدن تائره وولائها وانتمائها الى خط المؤتمر الوطني وهذه انت انت بعيد عنها اقرب دوله ليك مصر في الحدود الشرقيه واقفه مع حفتر الامارات وعرفت موقفها الواضح م. السعوديه موقفها كان متاخر وكان يعني ايضا في دعم بطريقه بطرق دبلوماسيه اخرى وبدعم سياسي ولوجستي الدول الاوروبيه قلت لك تجاملك يبوا ان طرابلس يسيطروا عليها بجسم جديد حاجه نعم. اسمها مؤتمر ولكن ما يعلنوش أن هم مع حفتر نعم. وهم مع حفتر للا نعم. للاسف طيب شيء. الان لو تطلعنا على اهم ماخذ المؤتمر الوطني على المسودة يعني انا كيف نسرت لك في نا. النقاط في البداية تو في نا. نقاط ياكدوا عليها يقولوا واذ يؤكدون على الدور م. الهام للمرأة الليبية في منع الصراعات وحلها في بناء م. السلام وأهمية مسامتها بالله أجيب أجيب أي ليبي من العامة من الخاصة من النخب هل هي كانت مشكلة دور المرأة الليبية ولا مهانة نا. ولا الحرب قامت بسبب انه هينة المرأة الليبية شوف النقطة اللي يجيبها باش بيلفت بها نظر العالم طيب لكن هذه ليست محل مأخذ، هو مجرد استدراك الآن من مش استدراك هذه بيدخلها واحده من النقاط نا. عرفت ولا ب... يعني كان تفاوضيه نا. لو نقول معنا واحد متشدد عرفت ولا عرفت؟ نا. يقول انا نرفض النقطه هذه نعم وانتم دخلكم في المرأه واحنا عندنا شريعتنا وفعلا عندنا شريعتنا ونظمها، لكن هذه نقاط اصطياد عرفت؟ نا. يعني هذه تندار في مجتمعات اخرى فيها ويعربون عن قلقهم البالغ من ازدياد الخطر الذي الذي تشكله الجماعات الجماعات الارهابيه على سياده ليبيا نعم. ووحدتها الوطنيه وسلامه اراضيها وعلى انتقالها الديمقراطي نعم. ورفضهم التام للتطرف والارهاب بكافه اشكاله ومظاهره بغض النظر عن دوافعه. نعم. اول شيء مقاومه الارهاب ومعالجه أه عرفت وسائل المعالجه المطلوبه نعم. هذه احنا دائما في بياناتنا واصدرنا فيها قوانين الارهاب والتطرف نعم. والغلو. لكن انت ليش ما تقولش حتى مقاومه أو, او منع الانقلابات العسكرية والاستبداد العسكري والدعوة إلى حكم الفرد الواحد والانقلاب على الشرعية والمشروعية القانونية نعم. وكل من تصرف بذلك يجب أن يعاقب وفق القانون المحلي والقانون الدولي هنا يبدأ الانقلاب بدير مئات حساب ما لم يتم التطرق لهذا مطلقا حتى, حتى كلمة الإرهاب وعدم تعريفها هذه هذه شيء مش بسيطة بكل نعم تستعمل بكثرة وخاصة من قبل حفتر و مش حتى قبل البعثة الأممية نعم. ولا المجتمع الدولي يعني قاعد نعم. مرات يصنف مؤسسات خيرية ولا دعوية ولا عرفت عندها شأن بالإسلام نفس مجلس النواب صنف كتائب فجر ليبيا وعملية فجر ليبيا نعم. عملية إرهابية نعم, نعم. مثلا يجي في فقرة يقول التأكيد على مبدأ المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية م. بالله يجيب لي من حيث المبدأ حتى في ضمن النظام السابق هل صدر تشريع أو قانون يفرق في المساواة بين الليبيين على أساس عرقي على أساس عرفت نعم. لون البشرة سوداء أو بيضاء مم. أبدا هذا لم يحدث مطلقا في شنها النصوص هذه اللي جيبوا فيها مم. الالتزام بأن شوف أخطر شيء مم. الالتزام في لو قال بمبدأ احترام القضاء واستقلاله والحرص على نزاهته وحياده مم. مم. يجيب بعد هذه رقم ستة مم. رقم سبعة يقول الالتزام بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال فترة الانتقالية يعني تو كان المادة الأولى ستة يفرح أعضاء المؤتمر يقولوا هذه السلام لصالح القانون واحترام القذائف ويجي المادة السابعة ينسف بعدين يقول لك المؤتمر الوطني ما وافقش على المادة السابعة في وقت مجلس النواب وافق على المادتين إذا <applause> <applause> هو, هو هذا بيت القصيد هو هذه الخطورة أن أن إسقاط شرعية المؤتمر وإبقاء على شرعية البرلمان التي أسقطها الحكم المحكمة تو <applause> السؤال مطروح للشعب الليبي من خلال برنامجكم الموقر <applause> هذا والحلقات هذه اللي وقعوا بالاحرف الاولى من يمثلون؟ وليش يوقع الاشياء هذه الخطيره؟ وليش انا نقول لك ان الطرف الثاني يعني يعتبر انتصار ليه؟ ولكن آه مثلا حزب العداله والبناء اللي رئيسه الوقت وقع وقع اتفاق هذا نعم. اما لو من الاول هو مش مع فجر ليبيا نعم. من الاول أنه هو يجب ان الموطن الوطني يسلم لمجلس النواب ولا يتمسك بالنصوص حمد صوان اللي. كان يصرح بذلك نعم هو مم. ما كان معنا في فجر ليبيا في التخطيط السياسي والاعداد السياسي نعم. والالتقاء بكتاب التوار سواء هو مباشره كان معنا كان داعم لفجر لي ليبيا مش غير داعم انا حضر لي جلسات نعم. والتقيتها نعم. حتى في خارج ليبيا نعم. في التحضير يعني كيف نديروا روح مقاومه وكيف نعم. لو فيه دول تدعمنا في مقاومه حفتر وفي طيب ال... لكن هذا ربما كما يقول اجتهاد سياسي يناسب المرحله ثم تغير بعد ذلك ف لما يتغير نا. مش انت اللي شريك ليك في هذا الاجتهاد السياسي والحوار نا. السياسي يجب ايضا تشاوره ليش ما يجيش للمؤتمر وكتلته موجوده نا. ويعرفني انا كرئيس للمؤتمر هذا ونتشاور في هذه النقاط ولو... هو محمد صوان ولعل يعني انتم ادرى بهذا وقد طلعتم عليه يقول بأنه تصرف فردي في ذلك الوقت رأى بأن المصلحة أن يقوم واتخذ هذا القرار بدون حتى ان يرجع الى الحزب العدالة. كويس ولكن تاريخ ماذا اتمت ليش الحزب بتاع في فتره معينه وقع على كل شيء كيف ما هو خطط له بالضبط هل تم التوقيع بان السلطه الش... مجلس النواب هو السلطه التشريعيه الوحيده ولا نعم. وقع وقع طيب لا. لكن هو ال... هذا التوقيع يقول بانه باحرف الاولى ومع تحفظه على بقيه بعض المواد انا نقول لك انت بتحفظك اما لو نادوك كشخص غير معروف مواطن نا. عادي ان شاء الله تحفظت ولا غير تحفظت مواطن مو. وعندك راي م. انت رئيس حزب وعندك كتله داخل الموطن الوطني وعندك صراع مع حزب اخر انت اظهرت عرفت خطوره ذلك الحزب اللي هو تحالف قوى وطنيه انت اللي ده. دخلت الموطن الوطني في معمعه من خلال مقاعد اللي انت عندك والمؤيدين لمقاعدك وفي قالت علي زيدان وحكومته ده. وبعدها جي تنفرد في هذا الشيء تقول انا درت التحفظ انت انت حتى لو خذوها بالاغلبيه في الحضور No. أنت مؤمن بالجانب الديمقراطي، no. أنتم حضرتوا 20 15 قالوا نعم وخمسة، أنت ملزم بقرار ال 15، درت تحفظ no. للتاريخ، عرفت بتطلع فيها بطل، no. أنت تعرف أن الشيء حضور كتم معناه انتهيات، وش معناها هاك الوقت الحزب نتاع يطلع في بيان رئيس النائب الثاني اللي هو يمثل فريق الحوار، no. وأعضاء موجودين في المؤتمر no. رافدين، no. يعني معقولة هو ينفرد وما يديرش اعتبار لي هل فيه صلاحية في قانون الأحزاب تقول ان رئيس الحزب من حقه يحضر مؤتمرات ولقاءات دوليه ويوقع على اتفاقيات ويدير هو بس بدون الرجوع لحزبه والا لعلاش انه يكون هو اجتمع بحزبه لان عنده هي عليا وعنده مكتب سياسي وما خدش في الاعتبار اعضاء اللي موجودين والا الشيء الامر والاشد <applause> ان كلهم موافقين لها أعضاء الحزب اللي موجودة ولم يظهروا ذلك بالتوافق بينهم وبتبادل هذه الأدوار يأخذوها بالتدرج لين يصلوا ليوم الصخيرات اللي في لحظة يوقعوا جميعهم نعم. بل يفتخروا بيقولوا نحن عربي هذا الاتفاق ويسند المهمة لشخص غير مخول بالتوقيع وهو اللي وقع اتفاق صخيرات طيب ولكن في تلك الفترة ربما كان المؤتمر الوطني متماسك ولم يظهر فيه النزاع والخلاف الذي حدث بعد ذلك لكن دعنا نواكب المرحلة في هذه المسودة أنتم الآن ذكرتم بعض المواد التي نعم. تحفظتم عليها واعترضتم عليها وخاصة ليس هذه مثال بس هذه قضية المجلس الأعلى للدولة أيضا منصوص عليها في هذا القرار وليست له صلاحيات حتى ليست يعني هو مجرد مجلس استشاري نعم. يعني ليست له حتى صلاحيات هم التي هم ما حتى احنا أول شيء استصدرنا بيان مكتوب نعم وقرار درناه من داخل القاعة No. صدرنا رفضنا اول احنا ما حضرناش no. وقلنا اللي حضر غادي يمثل لله نفسه no. واحنا مش طرف في الحوار في, في الاتفاق اللي المزعومه بالاحرف الاولى no. ورفضنا يعني ذلك اذا كان البعثه استمرت استنادا لهذا هذه no. المسوده فنحن نعتبر غير مشاركين فيها وننسحب حتى ننسحب حتى من الحوار نعم no. أه طيب ربما في هذا الـ 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 الان تم ايضاح موقف المؤتمر الوطني وهو رفضه لهذه المسوده و في 4 اغسطس 2015 التقيت بالسفيره الامريكيه ديبورا جونز في اسطنبول بتركيا وربما هذا ايضا من ضمن المساعي لاقناع المؤتمر الوطني بالعوده الى الحوار، كيف كان هذا اللقاء؟ اول شيء هو ما كانش اللقاء الاول، هي نعم. السفيره الامريكيه رغم انها بدات غير موجوده في الارض الليبيه جي الا اللي مع البعثه يعني السفاره نعم. كل ما رجعوش، السفير نعم. الايطالي الوحيد اللي رجع مبكر، عرفت؟ مم. فهي طلبت مني اللقاء خارج ليبيا. نعم. لظروف امنيه معينه من حقها يعني وأنا ما نقدر نامن وجودها طالما نعم. أنها هي مقيمه انها حرب وأن في تصدي وغيره، فما كنتش نمانع ابدا، فالتقيتها ثلاثه او اربع مرات. <applause> عرفت نقول خلي في ظاهرها للأمانة كانت تسعى بأن تكون في الصف الليبيين جميعا ولكن في لقاءات يعني بالتصريح الواضح وبل عندي حتى رسائل مش رسائل نقول خاصة سرية على هاتفها <applause> الخاص أو هاتفي الخاص هي كسفيرة من خلال هاتفي تبع السفارة وأنا كرئيس للمؤتمر <applause> كانت دائما في مراسلات متبادلة بيننا وفي اللقاءات اللي أنا عقدتها خارج الوطن هي دائما تؤكد بأن حفتر لا يمكن أن يكون في أي خطوة قادمة نعم. وأن الولايات المتحدة الأمريكية موقفها واضح من حفتر نعم. وهي تنصح يعني دائما سياسيا نعم. تقول فعلا أنتم غير حضوركم للحوار واستمراركم فيه هذه خطوة سياسية متقدمة نعم. ودائما معجبة بفريق الحوار وفي الأداء متاعه نعم. ومعجبة حتى نقول في مواقف السياسية المعلنة ترى أن فيه منطق صحيح دائما تدعو إلى التهدية وعدم التشدد في إعلان المواقف لعلش يكون فيه تدرج للوصول اليوم الموعود باتفاق بين كان أنا طلبي دائما قل لهم أنتم الولايات المتحدة وعندكم تأثير في المجتمع الدولي أي واحد حفتر غير حفتر سابق بيجي لاحق يدير انقلاب عسكري هذا يجب لا يكون طرف أي جسم سياسي يتبنى حفتر يجب أنتم بتعتولاس المشروعية هذا في رأيي وانتم من حقكم هذا أمر تقديري خاص بكم وانتم اعترفتوا بمجلس النواب لعل هي كانت حديثها دائما في على الدائرة الدستورية لم تكن متقدمة في العمل بها بالوضوح تقول المسألة في ليبيا خلاص معاش قانون ومعاش محكمة دستورية نحترم المحكمة كمحكمة ونحترم القضاء الليبي ولكن القضاء اللي بتزيد مزيد من التشدي وبتنفذ وانتم محكمة باشين رأيك انت في حفتك أعطت لي مثل نذكر فيه وهذا نعم. أيضا ليس سرا لأنه موجود منشور نعم. أن هي قالت العمارة اللي بنبنيها مع الليبيين يعني شبهت المشهد السياسي القادم بعمارة نعم. قالت لن يكون حفتر له موطأ قدم فيها مش نعم. ياخذ فيها شقة نعم. يعني ب... قلت له إذن أنا نبي النص هذا مكتوب نعم. يما في أي اتفاق لاحق تشيروا بأن حفتر خارج المشهد ومش غير حفتر من يؤيد حفتر سياسيا بما فيه مجلس النواب يما يعدل في قراراته لكلفه هو قائد عام ورقاه إلى رتبة مشير واعترف له بعملية الكرامة المزعومة قبل انعقاد مجلس النواب بأربعة أشهر آه هنا نبدأ نقول الخلاف خلاف سياسي في الشكلية في, في, في الانتخاب في صحة الانتخاب تزوير الانتخاب في أن المؤتمر يتراجع في قرار يبدأ عندنا رغم أن صادر حكم دائرة سوريا نقول لا باش نجنب أنا ليبيا كذا فهي للأمانة وعدة بهالشهادة وقالت أنا بنأدي دور الى مرحله لاحقه اللي بدت اقتنعت بالخطوات المتقدمه الداعيه لتوقيع المسخره وهذه حنجي لها في لقاءات قادمة اذا هذا اللقاء كان لحثكم للعوده لفريق الحوار ومواصله حوار السياسي. <applause> نعم نعم هي دائما وقالت انا مستعد حتى نلتقي الفريق نعم. تبي من خلالك فقلت لها انا ما عنديش مشكله يعني انت تطروا في ضروره تلتقي بالفريق نعم. هي قالت انا بنلتقيك انت نعم. وانا قاعده متامله فيك انت كرئيس مؤتمر نعم. وطني صحيح صار هذا التشدي السياسي لكن ما أنتم خياركم خيار حوار سياسي احنا كمجتمع دولي ندعم الحوار السياسي هل نفهم من هذا ان وافقتم على العوده للحوار؟ طبعاً بالتأكيد قلنا لا. إحنا الرفض لا. إذا لقينا أذان صاغية وعندنا قوة على الأرض سياسية عرفتوا وحلفاء بالتأكيد بنرفع من سقف مطالباتنا وإذا لقينا انكماش وعدم عرفت تقدم من عدا دولة أو دولتين أو ثلاثة فأنت لازم بتقرر وشنو المعطيات عندك على الأرض شنو إمكانياتك هل هي في ازدياد للمقاومة هل ما عندك جرحى كثير إحنا تعرف بدأت تجينا إشارات للتهديد بوقف التأشيرات على الجرحى نفسه حتى الدول الحليفة يعني عليها ضغط غير عادي بيقول لك تحت مبررات ومرات عندهم فيها حق أنا مستشفيات وعرفت مصحات خاصة <applause> والدفع يتاخر وانت ما عندكش ميزانيه متقدمه في هذا الشان، فانت كل شيء بتضرب لحسابه يعني. نعم. <applause> طيب اسمح لي سيد الرئيس بالتوقف في محطه اخرى الان وثم ثم نعود ايضا الى استكمال الحديث حول الحوار السياسي وما كانت نتائجه في اتفاق صخرات لكن في هناك يعني في 13 اغسطس 2015 نعم يعني كان هناك حادث ايضا حقيقه حادث اليم وفارق وهو غرق جرافه احدى الجرافات التي كانت تنقل الجرحى والمؤن الى الثوار محاصرين في قنفوذة نعم هذا هذا الحادث كيف تعاملتم معه هو طبعا كان حادث اليم وللامانه يعني كان زي وقع الصائق على قلوبنا لان لا ليش كان فيها عند رجوحة مجموعه من العائلات وفيهم اطفال نعم واحنا قلنا بالقدر المتواضع اللي انا يعني نقول كنت وسيله للامداد باسم المؤتمر وباسم حكومه الانقاذ لدعم قوه المقاومه هناك من الثوار في بنغازي فالجرافه هذه وصلت وجات جابت معها بعض المهجرين اللي معناها موضوعهم خطير يعني لو بقوا هناك حيتم القبض عليهم رغم انه حصروا في مساكنهم وغيرها فانا هذه فيها حتى يعني ذكرى معينه مرتبطه بوضعي الخاص انا كان عندي ابني الزفاف نتاعي يوم 14 حفل الزفاف بيوم بعدها بيوم يعني انا كنت ماشي للزواره وجاهز للمشي فجاني خبر في التليفون في الليل بان جرافه غرقت في عرض البحر وتوفي فيها مجموعه من العائلات ومجموعه من الاطفال فاتصلت بابني في هاك الليله وقلت راه غدوه يتعذر حضوري رغم ان انا من الاول وصيت الحفل ما يكونش في مستوى كبير بحكم على أنا علاقاتي السابقه على عضويه المؤتمر وانخراطي في السياسه عندي علاقاتي وبديت انا عضو مؤتمر بتدعي اعضاء مؤتمر ونخب سياسيه وحكومه فهذا حتى قلت له الشيء الذهني انا مش حاضر له، فانت خليه في اطار عائلي وبسيط وفي اطار م. اصدقائك وان شاء الله ربي يعود تديرها في مره اخرى حفل كريم. ورغم ذلك لم يكتب بان نحضر انتصار الشيء هذا في الليل اتصلت بابني وقلت له رونا غدوه مش حاضر عقد القران والحفل. وهذه للامانه هي رغم انها خصوصيه عائليه وذاتيه جاني الدكتور عبد الرحمن السويحي صباحا يعني. سمع بالخبر. فقال لي سيد الرئيس انا سمعت بك انت اليوم جاهز وبتمشي نعم قلت نعم شنو صار؟ قالت لي قال لي سمعنا بان انت الغيت السفر للزوار قلت له نعم والاسباب كانت كالتالي شرحت له موضوع وهو سمع بها طبعا الاخبار مش م. فقال لي لو تاذن لي انا بندير عليها بوسته في صفحة الخاصه م. م. يعني بيشرح فيها كأنه واقعه يعني وشوف رئيس ولده اول مره ولده البكر عرفت من ابناء الذكور وحفل زفاف قلت له والله اللي تراه دكتور عبد الرحمن ففعلا مم. هو كتب بوستة يعني هذا هو شيء رغم انه خاص اعطيت له الاذن ادبيا بارك الله فيه هو جاني وقال لي بندير فهو كتب بوستة في ذلك الوقت ويعني وتالم من خلال البوستة اللي دارها في صفحته وعبر فيها كيف ما عبر طيب اذا سيد رئيس يعني ربما في نهايه هذه الحلقه نقف عند هذا الموقف و أه نستذكر بعد ذلك في الحلقة القادمة بعون الله استقالة رئيس وفد الحوار دكتور صالح المخزوم وما كان أه تبع ذلك من أه ربما محاولات لتنهي هذه الاستقالة وانطلاق الحوار مرة أخرى نشكرك شكرا جزيلا سيد الرئيس نوري بوسامين رئيس المؤتمر الوطني العام شكرا. ورئيس تيار يا بلادي كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم والى لقاء اخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>